انتي شو عم تعملي هون بغرفة حمزة؟ ولا شي، بس كان بدها تحكي مكالمة لهيك اجت تاخد موبايلي. ومع مين بدك تحكي؟ ما حدا. بس هلا لسه هلا قلتي لي انه بدك تعملي مكالمة مهمة. ما في شي جديد، من يوم يومها كذابة وما رح تتغير. عم تلعب الكل على أصابيعها. المهم انت هون وانا هون منشوف شو صار. هلا من شوي قلتي بدك تعملي مكالمة مهمة، مع مين المكالمة؟ مع بابا. شو؟ شو بدك تحكي معه؟ اهدي امي شبه، خلاص. كيف بدي اهدى؟ لازم اعرف بشو كان بدها تحكي مع ابوها بما انها كانت بدها الموبايل بالسر. ما عاد بدي احكي. هلا كيف يعني ما عاد بدك؟ امسكي. فيك تحكي معه؟ عن شو بدي احكي معه؟ قل له ليش العرس ما صار بهداك اليوم؟ انت كنت شاهد؟ احكي له الحقيقة كاملة. هلا